حان للاسف توديع السنه المميزه دي، وانا حزينه جدا لان انا بحب الرقم بتاعها جدا 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 جدا، وبيعني لي الكثير، وبالنسبه لي كانت مختلفه تمام، لان وصلنا فيها ل 200 فرد في العيله، وبرده كملنا فيها 200 فيديو، يعني الحمد لله انجازات كتير اتعملت فيها. في النهاية الرقم بتاعها كان مميز بيها. هتلاحظوا ان معظم الناس بتحتفل ببداية السنة بس مش بنهايتها، انا بحب احتفل بالاتنين. ليه بقى؟ لان ختام السنة بالنسبة لي مهم زيه بالظبط زي البداية بتاعت السنة، لان بمنتهى البساطة لو انتوا ختمتوا السنة القديمة صح هتعرفوا تبدأوا السنة الجديدة اصح منها، لكن لو ختمتوها غلط فاكونوا واثقين ان بداية السنة اللي بعدها هتبقى اغلط منها. اولا احتفالكم باخر يوم ده مهم جدا، مش هقول زيه زي اول يوم، يمكن كمان اهم منه. ليه بقى؟ لان احتفالكم باخر يوم في السنه ده تمام معناه ان انتوا لو السنه كلها، مع ان هي حاجه صعبه بس هتخيلها معاكم، كانت وحشه بالنسبه لكم تمام، ما مثلا ما حققتوش فيها انجازات او حصل لكم فيها احداث بائسه، فانتوا مثلا مش عايزين ايه تذكروا السنه دي، كانوا عايزين توقعوها كده امتى تاريخكم، فعشان يبقى السنه دي وجود في حياتكم بتثبتوها باخر يوم، اللي هو خلاص ما عندناش ايه فرصه تانية غير اليوم ده، فبنعمل فيه كل الحاجات الحلوه تمام، وبنجمع فيه كل الذكريات الجميله اللي كان نفسنا نعملها طول السنه، فبالتالي لما تتذكر السنه دي ما تعديش من تاريخي كده هوا، افتكر ان ايه ده، لا ده انا عملت في اليوم الفلاني كذا، ده انا السنه كلها كانت وحشه بالنسبه لي بس انا خليت اخر يوم ده يبقى كويس عشان افضل فاكر السنه كلها بيه. حاولوا تختموا اخر يوم في السنه دايما باحلى حاجه ممكن تعملوها او تنفذوها فيه. ليه؟ لان ده اليوم اللي على طول قبل السنه الجديده اللي هو اليوم اللي بعده، فانتوا لو ظبطتوا اليوم ده اليوم اللي بعده تلقائي هيظبط معاكم. حاولوا دايما تختموها بابتسامه، السنه دي دايما حاولوا تختموها بفرحه تمام، عشان ان شاء الله السنه اللي بعدها تستقبلكم بابتسامه زي اللي انتوا عملتوها في اخر السنه اللي قبلها. في غلطه بقى ناس كتير قوي بتقع فيها، وهي ان يقعدوا بقى وهما بيشوفوا شريط السنه يشوفوا ايه كل الحاجات السيئه وممكن الحلوه ايه تعدي كده ايه ما ياخدوش بالهم منها. غلط كبير تمام، انتوا المفروض اصلا السنه دي بالنسبه لكم او اي سنه غيرها في اخرها بتبقى عباره بس عن كل الحاجات الكويسه اللي حصلت فيها تمام، الوحش ده بيتحول بيبقى دروس، ما بيبقاش حاجه ايه ذكرى سيئه بالنسبه لكم، المفروض بيتحول بيبقى زي ما يكون كده بالظبط ايه دفتر بتاعكم مكتوب فيه كل اللي انتوا استفدتوه من السنه دي. ففي الحالتين لازم تبصوا على الجوانب الكويسه، ان عملت ذكريات واخدت دروس تمام، ومريت بلحظات حلوه وفي لحظات تانية اتعلمت منها. وانا عن نفسي قررت اختم السنة دي بحاجة مميزة ومختلفة وعرفتها لاول مرة وحبيت اشاركها معاكم، وهي اوصى بيها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي اداء صلاة نافلة مكونة من 4 ركعات اسمها صلاة التسابيح. دي صلاة مكفرة للذنوب ومفرجة للكروب، وبتفتح لنا ابواب الرزق الوفير وميسرة للعسير، ويقضي الله بها الحاجات ويستر بها العورات ويؤمن الروعات. دي بتبقى عبارة عن 4 ركعات زي ما قلنا، تسليمه واحده تمام، وبنأديها عادي، بنبدأ بالفتحه تمام عادي في كل ركعه وسوره من اختيارنا تمام، بعد كده قبل ما نركع واحنا واقفين زي ما احنا بنقول تسابيح اللي هي سبحان الله والله اكبر ولا اله الا الله والحمد لله 15 مره، بعد كده بنركع تمام وبنقول عادي التسبيحات المعتاده، وبعدها بنقول نفس التسبيحات دي 10 مرات، بعد كده ما نقوم من الركوع بنقول سمع الله لمن حمده، بنقول برده نفس التسبيحات هي 10 مرات، وبعد كده بنسجد، بعدين بنقول التسبيحات اللي هي بتاعت السجود، وبعد كده بنقول التسبيحات دي 10 مرات، بعد كده بنرفع راسنا من السجود تمام، وبين السجدتين في دعاء المعتاد، بعد ما نقوله بنقول التسبيحات دي 10 مرات، وبعد كده بنرجع نسجد تاني ونقول نفس التسبيحات بعد تسبيحات السجود 10 مرات، بعد كده لما بنرجع نجلس الكرفساء في الاستراحه القصيره بين السجود والقيام بنقول التسابيح دي برده 10 مرات تمام، فبالتالي بنقولها حوالي 75 مره في كل ركعه بنركعها من ال4 ركعات دول، ففي الاخر بيبقوا 300 تسبيحه. الصلاة دي بتؤدى على الأقل مرة واحدة في العمر تمام، يعني ممكن حد يؤديها مرة واحدة في حياته كلها ويبقى تمام قوي، وحبذا لو نهيته تمام السنة بيها زي ما أنا إن شاء الله ناوي أعمل كده في آخر ساعة من السنة، أو ممكن تبدأوا بيها السنة الجديدة براحتكم. وكده خلاص بودع سنة 2022 معاكم، وأتمنى إن تيجي سنين تانية كتير مميزة ومختلفة زي 2022، وأحب أقول لكم إن أنتوا كنتوا الداعم الرئيسي وفرقتوا معايا جدا جدا في السنه دي، وانا بشكر كل حد سندني فيها، واحب اقول لكم ان انا دايما ان شاء الله هشتغل الافضل في السنين الجايه باذن الله، والسنه دي كانت حلوه عشان انتوا كنتوا فيها معايا، وان شاء الله باذن الله السنين الجايه تبقى اجمل معاكم باذن الله، وبتمنى لكم كل السعاده في انهاء السنه دي، واتمنى دايما ان نهايتها الحلوه دي تكون فرصه جديده ليكم ان انتوا يبقى عندكم امل ان اللي جاي لسه احلى، واشتركوا في القناه عشان تتابعوا معانا
فيديوهات لسه جاية كتير قوي، وسلسلات مهمة جدا بدأناها السنة دي، وهم أهم سلسلتين بدأناهم ودول اللي اتميزنا بيهم في السنة دي، واعملوا مشاركة عشان الفيديو ده يوصل لغيركم. وبرده ما تنسوش تعلقوا لي تحت عشان انا بتبسط جدا لما اشوف تعليقاتكم، وبرده تحطوا لي اعجاب عشان اتأكد ان انتوا هتختموا معايا السنة دي صح. مع السلامة.